لو طبعا مش عارف تدخل وعايز تعرف حالا ان احنا ازاي بنضيف وبنشغل قناه التايم سبورت الارضيه اللي بتبث داخل جمهوريه مصر العربيه، تابعني بقى عشان هوريك دلوقتي ان احنا هشغلها ازاي قدام عينك. هطلع كده او هدوس كده من عند خيارات، هاجي هنا كده في حاجه اسمها التلفاز المباشر، هدخل اشوف كده القنوات اللي عندي على البث الارضي، ننتظر كده ثواني ونبص، هتلاقي القناه اهي دي قناه التايم سبورت شغاله معايا بالفعل يا صديقي. هقلب معايا هتلاقيني بيقلب معايا بيروح ويجي، اهي دي قناه النيل سبورت، ودي كده مجموعه من القنوات اهي، طبعا النيل سبورت والتايم سبورت ونيوز وكمان قناه الرابعه، بس يهمنا قناه التايم سبورت وكمان صوره فول اتش دي. هتقول لي طب احنا عايزين ندخل التردد وعايزين نبحث، طبعا احنا خلاص عرفنا طريقه ان احنا ازاي بنعمل الاريال وازاي بنطلع فوق السطح، كل دي فيديوهات على القناه. انا دلوقتي عايزين بقى ندخل التردد مع بعض، هندوس منيو من الريموت كنترول، او لو ده هندوس هنا الترس لو معايا شاشه زي ما انت شايف، لو معاك بقى رسيفر هتدوس منيو من الريموت عندك كنترول. هندخل هنا على الاعدادات، في هنا ثلاث نقط اهي جميع الاعدادات، ندوس كده ننتظر ثواني ونشوف مع بعض، ننتظر نشوف عشان كل ده عشان ندخل التردد مع بعض، تردد قناة التايم سبورت. هنيجي هنا على عام اهي، وبعد كده نيجي هنا على القنوات، وبعد كده ندوس توليف واعدادات القناة، انتظر ثواني هيدخلك في قائمة تانية خالص. طبعا هيقول لك هنا توليف تلقائي، توليف يدوي، وضع البرنامج، احنا طبعا وضع البرنامج هنا هنختار هوائي، هوائي معروفة يعني عشان ده بس رقمي، وبعد فوق هنا هتدوس حاجة اسمها توليف تلقائي لو انت عايز تبحث توليف تلقائي، وهتدوس هوائي هتعلم هوائي، ما تعلمش على الكابل والقمر الصناعي، هتعلم هوائي، وهتدوس هنا هتدوس تالي، وبعد كده هتيجي هنا بحث رقمي هتعلم، وبعد كده هتدوس تالي، انتظر ثواني هينزل معاك البحث العشوائي هو ونصيبك حسب المحافظه بتاعتك. بصوا هنا صفر قنوات لسه ما نزلش ولا قناه، هنشوف هينزل دلوقتي ولا لا. اهو نزل معايا خمس قنوات وسته راديو عشان احنا عملنا خلاص بحث عشوائي، وهنطلع نشوف بقى قناه التايم نزلت ولا لا. لو ما نزلتش هوريك حالا بالنظام الانالوج، هنشوف دلوقتي واحنا بننزل طبعا البث قناه التايم سبورت واحنا بننزلها طبعا مش التلقائي، هنشوف دلوقتي اهو كده التوليف، نشوف كده القناه فين القناه اهي تايم سبورت اهي تايم سبورت اهي يا شباب نزلت معانا. لو بقى القناه ما نزلتش معاك تايم سبورت ايه الحل؟ الحل هتدوس منيو من عندك او من الترس، وبعد كده جميع الاعدادات، انتظر ثواني دي في حاله لو التايم سبورت ما نزلتش معاك، هندخل عام وبعد كده القنوات اهي، وبعد كده توليف واعدادات القناه، انتظر ثواني. طبعا هندخل دلوقتي التوليف تلقائي، لا هندخل حاجه اسمها توليف يدوي، وبعد كده هنختار هوائي التلفاز الرقمي، هوائي التلفاز لا هوائي التلفاز الرقمي القنوات الرقميه اهو. هنيجي هنا كده هتلاقي هنا مفيش طبعا اشاره معاك، مفيش خالص، لاحظ هنا لا يوجد اشاره، قوه الاشاره صفر وجوده الاشاره صفر. هتيجي بقى هنا في حاجه اسمها يو اتش اف في، وبعد كده التردد والميجا هرتز دول تسيبهم زي ما هم، اللي هنغيره هو اليو اتش اف الارقام دي. شوف انت يا صديقي محافظه ايه، شوف انت محافظه ايه، لو طبعا محافظه طبعا لو الزقازيق او كده يبقى بقى اكيد 32 42، لو محافظه بقى القاهره شوف انت محافظه ايه، بتدوس انت على السهم هنا اهو، دي كلها اكواد محافظات اهو عندك اهي، كل دي اكواد محافظات، شوف الكود بتاعك وتروح انت مختار، اول ما تختاره على طول وانت بتظبط الاريال هتلاقي الاشاره هنا ظهرت معاك اوتوماتيك. بصوا هنا كده اول ما اختار الكود بتاعي بتاع المحافظه اللي انا فيها حاليا اهو، اختار 27 محافظه اللي انا موجود فيها، بصوا هنا ظهر معايا قوه الاشاره وجوده الاشاره، وظهر معايا على طول اختفت معايا بتاعه لا يوجد اشاره.
طب احنا عايزين نظهر بقى الشاشه هنا، نظهر القنوات، نعمل ايه؟ هتدوس هنا حاجه اسمها تحديث، تحديث اهي، ندوس عليها كده ونشوف كده مع بعض. هيقول لك جاري التوليف 11 برامج وهتلاقي القناه جت اهي. وكده انت بالفعل نزلت القنوات بتاعتك من غير اي مشكله. نطلع ونشوف قناه تايب سبورت اخر مره، هتلاقيها نازله معاك بالصوره الجيده والجوده العاليه. نقلب كده ونشوف اهم. احنا سيبك من كل الهري ده، اللي يهمنا هي قناه التايم سبورت الارضيه اهي، وهتنزل معاك.